الآن فعلية في قلبي. لم أزر يوما المملكة المغربية إلا شعرت فيها باعتزاز الانتماء إلى هذه الأرض والتاريخ والحضارة، رغم طول مسافة الجغرافيا بين بيروت والدار البيضاء. ما شعرت في هذه المملكة العريقة والجميلة إلا بحب الناس وشفافيتهم وكرمهم، فكنت كلما ذهبت إلى هناك أعيش بين أهلي. أحب كلمة الدار البيضاء أكثر من كازابلانكا، هكذا تدخل مباشرة إلى القلب، وأنا اكتشفتها قبل أكثر من 20 عاما وكنت في مهمة صحفية، وكلما تعرفت عليها كما الرجل يتعرف على امرأة جميلة ساحرة وفيها مكنونات كثيرة، كلما تعرف عليها كلما اكتشف الكثير منها. في الواقع صرت أعرفها كما أعرف قريتي في جبال لبنان، ولها في قلبي مكان كبير لناسها، لتاريخها الذي دمر ثم أعيد إحياؤه، للمدينة القديمة، لمنطقة الحبوس، للزواريب فيها، لطباع الناس الطيبة الذين ما وجدت منهم إلا كل حب. الدار البيضاء كانت لي معها قصص كثيرة، فأنا مثلا من الذين شاهدوا عن قرب وكنت موجودا افتتاح المسجد الكبير، مسجد الملك الحسن الثاني، جئت فيها حين تم حصلت فيها بعض التفجيرات وكنت موجودا فيها، جئت إليها حين أقيمت فيها بعض المؤسسات العالمية وكنت من المدربين، جئت إليها أيضا حين كانت فيها قمم اقتصادية أو قمم سياسية. علاقتي بالدار البيضاء كعلاقتي بوطني وبأهلي، ولذلك أحببت أن أعرف بها لجمهورنا في الشرق الأوسط لكي يأتوا إليها ويحبوها أكثر. الأهم في المغرب هو ناسه في الحقيقة. أخي أنتم شعب يعني مضياف ومتسامح، وأنا فعلاً مندهشة من هذا النشاط والحيوية. أنتم ناس يعني تعيشون الحياة بملئها بنشاط، وبعدين شعب محافظ ولكن في الوقت نفسه مفتوح على الحداثة. أنا لم أرى في أي بلد عربي شعب يتعاطى مع الحداثة، مع التكنولوجيا، مع كل الوسائل الجديدة في عالمنا بنفس السهولة التي يتعاطى فيها المغاربة مع التحديث، في الوقت الذي يحافظون فيه بشكل كبير على ما تركه لهم الأجداد، والتاريخكم عريق وجغرافيتكم بهية. الرسائل المغربية، وقلنا أن الجانب الإنساني فيها هو من الجانب الطاغي تقريبا. العيون بالنسبة لي هي كالدار البيضاء، كالرباط، كفاس، كمكناس، كبيروت، كدمشق، هي مدينة من هذه المدن التي يمكن أن تنتظم في فضاء واحد. هذا الفضاء الواحد يجب أن لا نقسمه، يجب أن لا نفتته، يجب أن لا نصنع منه دول اصطناعية، يجب أن لا نصنع منه أقاليم اصطناعية، يجب أن يكون طبيعي. الناس عاشوا في هذه المنطقة منذ مئات السنين ويجب أن يبقوا في هذه المنطقة، ويجب أن لا ندعي أنهم جاءوا من أماكن أخرى، هم هنا في بلادهم في هذه البلد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.